ابو هناء احلى مسا من عم راشد. ايش ابو هناء يا عم تولي افتون هاي انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه انت يا بيت بيتي عسليه يا بنت انا بكلمك ردي عليا انت بنت خلاص يا فتون انا بتلك خلي لي لدي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطرده لك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه الحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سي ورقه سي عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليكي يا اختي يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. يا سالي فعلا ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح انا لازم امشي. كريم ما انا بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال هي اسمها عسليه ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسليه؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وهو بالمره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البت البت بعناية واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جاية لكم بكرة الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسلي عسلي تعالي تعالي خليفة ليه مالك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، وأنا بحس وبفهم برضو زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفن، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، مفتاحها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه؟ ما تنفضلها. لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. نفضلها ما تقف شويه. لازم افتحها. ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانتي خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانتي منوره وزي القمر. بنت انتي كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انتي شايفه جمالها؟ ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انتي وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انتي مش هتضيفينا ولا ايه يا بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم. احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. وانت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟
معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده. خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى انا عايزة فلوس اصلي قاعدة عند غنوة يومين فمحتاجة فلوس. الله طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله مش انت الدكر بتاعنا ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص وما يا بت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر يا اخويا. شايفه شكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر شاكم البيت وماشيه ايه؟ الله اكبر عليك. استني ايدك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي. ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه؟ انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز بس دي يعني استباحه الصباحيه بس. انا عارفه انك ممكن تغوي ابليس يا فتون بس من هنا ورايح مالكيش دعوه براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعه؟ نستأذن احنا يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين اصب لكم الشاي؟ لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد مبروك يا عسلية. الله يبارك فيكم شرفتوا ونورتوا. مع السلامة يا اختي. مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد بكره سجاره وبعد كده نرجع لقديم واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح انت عندك حق احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول وبعدين خلاص. ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي حقك علي عشان خاطر حته صغيره حته صغنطوط حته صغنطوط. تليفون شو تليفون؟ الو ماي دارلينج ام سو هابي فور يو. مبروك ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تتركي بكافيه ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself ها؟ انبسطي. على فكره جايبه لك حته كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع الف سلامه. ربنا يخليكي. مع السلامه مع السلامه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سو باي ذا واي اسمها عسلية. يس اي نو اسمها عسلية. شفت البطاقة بتاعتها؟ أنا اللي مشغلاها وأنا بقى سميتها سالي. البت دي she has a very very strong spirit. She's an extrovert. ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكرة لمحة جدا. She's very very smart. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. يا ماما
ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانيه واحده، كنت فين؟ كنت فرحة سلية او سالي دي. انا عارف ان انت بتحبيها قوي وكنت لازم اروح اساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سون، انت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص. حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وانا بحبها، والبنت دي شاطره وكويسه. And you know that I love her and you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وانا في ناس مستنيني بصراحه. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك يا عم صلاح. قول يلا، انت تعمل سياحه امشي. شيشه ام راشد. ايه خير يا باشا. بص بقى يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه، وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. امان ريحتك فاح معاون الريح سالنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا، والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف. لا انا مش عارف، سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك ونموت فرحك اللي انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش. انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي ما فيهوش زعل كده. انا عداني العيب. وازح وازح على الحلوه والمره، مش كنا متوعدين ليه تنسى بالمرة؟ ليه تنسى بالمرة؟ يا حلو كده ما ياكلش. ده احنا لسه بنقول يا هادي. السجن ده وحش قوي. ايه ده وحش؟ ادي ادي محمد، ياه تعالى اسندني. ايه ده بجد وحش؟ محدش قال لي. انت كنت فاكر ايه؟ هيعملوا لك سجن تتمنجه فيه يعني؟ انت متجوز علي؟ ما عندهاش عليا شهر. طب ما مصلحه، خدت الحلو من الجواز، خدت وش القفص زي ما بيقولوا. يا جدع ما تفكرش، الفكر بيتعب وبيطول الوقت. اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. انت هتخرج امتى؟ انا بعد 60 شهر و11 يوم. يعني دول كام سنه؟ 5 سنين و11 يوم. الحكومه مش هتسيب لي ال 11 يوم، بس دول يعدوا هوا. انا يمكن ما الحقش اتغدى معاك بكره. اضحك يا جدع وما تفكرش، اوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق مخنوق. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزنقه. زي ما قلت لك اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. وتفرح الليمين. ايوه عالحلوه. ايوه ارقص يا عبد عمك علي. انا ربنا يخرجهولك بالسلامة يا رب. يا رب يا اختي.
انا هعمل شاي. خليك انت، انا هعمله لك حبيبتي. لا يا اختي انا هعمله، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شويه. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته، ممدد على السرير. شيل الحله دي رجعيها ورا. يا راجل انا بعمل شاي، صب لك. هو الحاج قال لك عارفة يا بيت؟ انت طلعتي جدعة. ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحية غير يومين تلات. يا اختي اسكتي، عدته في البيت ده بدل ما يخرج للقرديش بتوعه. النبي عندك حق، بس انت عارفة بقى ايه اللي عاجبني؟ ومنخشش في نافوخي كده. ايه بقى؟ انه بيخاف مني. راشد بيخاف على زعل يا فتون، مش بيخاف مني. يا جامد انت يا حاج. زي ما بقولك كده. بس انت كنت تفتكر ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بنت؟ تصدقي لا، انا قلت اشوف معاه سواد مر، بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين. انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي، ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه. ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون. عندك حق يا شراري. فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد اقطع كده؟ عايزة فلوس. عايزة قد ايه وليه؟ عايزة 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمة ومكرونة ورز وكده. ولا اقولك اجيب فرخة وكيلو لحمة على ما تشوف لك شغلانة. لا خد الفلوس اللي انت عايزاها، ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمة. الو سيد الناس. يا عم اعمل عريس براحتي. قولي. لا انا كان شويه حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث هنا عليا اليومين دول. والله. طب انا جاي لك دلوقتي. يلا سلام. انت نازل؟ يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين، ما تخليها في البطيء. قرأي يا فتون مالك؟ مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها. انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني. اسمه ايه تلقيح الكلام ده؟ ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها، بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلا. اتفضلي. الله. يا بسم الله ما شاء الله، ده انت شكلك معكم. بقول لك ايه، الراجل اللي هشتغل معاه جه، وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله. طب الحمد لله يا رب، بفضل الله. انا نازله معاك، استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. تروحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرايه يا راجل انت، هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ لا في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك. ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا، وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر. لا انا هنزل بقى. وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله، انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايحه الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. أعرف. نسيت الفلوس. خد خد
عد ابو فتون على غنوه على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه، برضو مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس على نفسها شويه مع غنوه، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوه دي تشبه الشارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجه دي برضو. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر انا هقول لها، انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحت راحت راحتك يا باشا. طب عينيا يا سلام. لا كفايه كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثه والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعه مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعده لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمهم. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزه. الحته اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي ماشي يا بنت اللذينه. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد. وانا عايزه السيجاره دي يا اخويا. مبسوطه في جوازك يا عسليه؟ الحمد لله يا بابا مبسوطه. انا كنت داخله على الجوازه دي مرعوبه. اصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكره شغلانه جديده وبالحلال. الحمد لله. طيب انا كنت عاوز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحه يا بنتي. هو جوزك يعرف انك بتيجي تزوريني هنا؟ الصراحه يابا لا، اصل ممكن يزعل. طب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. انا محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلتلك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يابا الحسن مات، بس أنا لسه بحبه. أنا عارفة اللي أنا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان أنا اتجوزت،
بس هي دي الحقيقة. ومهما العمر طال بيا مش هنسى. والنبي يابا ما تحرمني اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطه وخلي عينك مفتحه. فنجيلة يا معلم. الكلام اللي انت قلته لي ده يا راشد اشتغاله، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط. علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجاله يا راشد. لا يا عمنا، الراجل ده انا اعرفه كويس، مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومه عارفه كل حاجه عن كل الناس. امال اللعبه فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمني. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده، انا لا ليا ولا عليا، الجاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلاء جلاء سلام على راشد. سلام على راشد. حلوة دي محتاج يا راشد. يا عسل يا ولي يا عم حبيس يا عم. طب أي حاجة جيد جدا. كوكو كوكو سيد الناس الفل عمنا. بالفجر يا يلا بينا يلا بينا. ايه يا باشا فيها يا باشا؟ اكتبوه تكون يا باشا. انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد يا باشا. انا معيش حاجه. انا سليم. اركب يا حلاتها. حبيب اللي بحب وما شفت ازاي حد. اه والله العظيم حبيب اللي بحب. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه. كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه حمار؟ اول مره اتعلمت في وش. مستني تتعلم فين تاني؟ لا ما خلاص ذكر الزريبه في الاسم زمانه بيتعلم. ليه اخويا في ايه؟ كيس بودره بحاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش الصوت. تعالي يلا على البيت، في حزب قديم لازم نخلصه. يلا خلص خالص يا صوت ولم عليك ولا كلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني عايز يتحرج بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوك وانت كده كده جايالي. غور ياض غور من هنا. اوصلك غور يالا. بور يا خبتك التقيلة يا فتون. انت واختك بقى الاتنين الرجالة كده يتحبسوا كده كده يعني. ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جايه يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قال لك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في الاسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودره ايه وعفرطت ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامه. والمصحف نورت. طب عليا النعمه من نعمه ربي. انا قلبي كان هيقف
لما عرفت ان الحكومه مسكتك بكيزبوده. مالها دي؟ ركز معايا هنا، انت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ انت مجنونه يا بت، وانا لو اتقبض عليا الحكومه هتسيبني اخرج. امال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى ونش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه ونش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالي هنا. ايه؟ اللي ايه؟ مالك فيك؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. ايه؟ وانش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربه وسكرانه وحالتك بالبلا. هادي اخرت مروحه عند غنوه. انا حره على فكره. محدش يقول لي تعملي ايه؟ ولا يعرف ابويا لا مؤاخذه يروح يقول ابوك ده في القبر. انا هنا الراجل تسمعي كلامي والا هديكي من جزمه فوق دماغك. تدي مين بالجزمه؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا عشان خاطري يا راشد ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم ولا مش عاجبكم اتنيلوا في 60 داهيه؟ حقك فتون. لا مش حقها يا راشد، شقتي زي ما هي شقتها. ده تخلصوا بينكم، انا ماليش قعده هنا، خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد، دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله، انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ لا جدع يا راجل، لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامه بقى، عشان انت واقف عليا بخساره. هات لنا يا ابني البيرة والشيشة. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البودرة. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول، ما تخلوش يشوفك. جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ انت كنت زعلتيني. امر الله عليا، اختي مش عارف اغيرها. وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسليه، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ راجعه في انصاص الليالي وبتتطوح، والمفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه، ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عال ابقى عني. انت دي ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام؟ تمام. طب اقول لك ايه؟ تعالي بيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخويا اللي تشوفه، بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله، اطلع اوصي على الفرخه من الشغل ويخلي الواد يبعتها. خلاص. حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضى الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي. روح انت بالسلامه.
يا حلو مش جاي لك نوم ليه؟ انت بقالك هنا في السجن 7 سنين مش كده؟ 7 سنين ايه؟ لسه ما كملتهمش. تسأل ليه؟ متجوز؟ يعني العمر ده كله مثلا محاضيها تحرش؟ متجوز طبعا وعندي بنت وولد. بنت ما شاء الله بقت عروسة ده 10 سنين والواد بقى راجل عنده 16 سنة. انت بتسأل ليه؟ ومراتك؟ ست أصيلة صيناني وحافظاني جوزتها وأنا فقير هي كانت غنية أوي أهلها وقفوا قصادها لكن هي قالت لا هتجوزه لفوا لي قضية تزوير وشيكات وسلع فاسدة هي قالت لا جوزي ما يأكلنيش حرام عملوا عليها كومبينة عشان نتطلق لكن هي قالت لا راجل حافظاني وصيناني انت بتسأل ليه؟ لا مفيش حاجة نعم يا عم خلف كنت ده اللي شغل دماغك؟ صباح الخير تمنى أهله يا بنت بتتنفضي كده ليه؟ لأيه النكد؟ ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليكي تتنفضي؟ راشد قتل حسن يا فتو لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده هو ايش جاب ده لده؟ الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي واقع في رجلي قتلته ليه يا راشد؟ قتلته لحسن ليه يا راشد؟ عشان تجوزني ايه الكلام ده انا مش فاهم حاجة والله وانا يا اخويا مش فاهمة حاجة طب استنى نشوف الكلام اقوله من اخره ايه؟ انت ما بتفهمش هو قتل حسن ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه خاتم ايه ده؟ مش عارف انا ما اعرفش ايه هو رمي بلا؟ انا ما اعرفش انا اول مره اشوفه مالها دي؟ مش عارفه يا اخويا في ايه؟
ده انا اوديك في 60 ده الختم ده قتلته ليه حرام عليك عمل لك ايه عشان تقتله يخرب بيتك عليك يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه قلت لك من سرعه تعرف سيب البيت هتموت عارف انت سكرانه ولا ايه اتفقتوا عشان تقتلوه؟ حرام عليك عملتي فيا كده ليه؟ انا ما عملتش حرام عليك عملتي فيا كده؟ انا حرام عليكي هو ايه؟ هات الخاتم ده انا وديك في ستين داية اوديك في ستين داية تعالى عايز ايه ده صوب عالبيت؟ يا وليدي هتبلغ عني مش هتبلغ يا حنية لا ده يا لهوي لا كان اي اخويا فيا البنت عسلية بتجري في حاجة في ايه؟ اوعى كده يا شيخ حد عيان الصداع هيفرتك دماغي بنت فص مالها ودابت زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا عننا؟ عنك انت يا اخوي هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش كنت مدروخة وانا كنت في وعي يعني وبعدين البنت مش متأكدة من حاجة واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش ما حصلش ده. ولو قالت اي حاجة هقولها لا غلط لا 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 هي دلوقتي متأكدة ان انا اللي قتلت الواد مين اللي معدي هنا انا عيب واختص واشوفها راحت فين عندك هتروح فين رايح فين وهتسيبني لوحدي عايز ايه مني يا فتون تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه استنى لحد ما ايه ما ليها دخلة والبوليس وراها بوليس ايه هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجة طب هتقول لهم ايه جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم القصة كلها على بعضها متلخبطة لا مش متلخبطة وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها فتوم احنا لازم نختفي من هنا سالي ازيك الحمد لله على سلامتك مالك مدام فين يا هي فوق مالك يا سالي في ايه دايما قولي لها انا عايزاه ايه ده انت عامله كده ليه يا عسلية كنت بتعيطي ولا ايه هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسلية ايه ده في ايه يا سالي انا جيت لك عشان ما اديش بالي ايه بس يا حبيبتي في ايه اهدي اهدي ما انت هنا ما حدش يقدر يمسك يا الهام عاملين ليمون بسرعه يا سوم بعد اذنك عسلية مش هينفع تقعد هنا ايه اللي انت بتقوله ده بليز اسمعيني دي متجوزه واحد تاجر مخدرات ممكن تبقى عامله جريمه ولا كارثه وجايه تستخبى عندنا منوين هي تقعد عندنا انا والله العظيم ما كنت اعرف راشد اللي انا متجوزه احنا ملناش علاقه بيكي ولا بالراجل اللي انت متجوزاه in 5 minutes you have to leave فاهمه ولا لا بعد اذنك يا انت اللي عملت في نفسك كده فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقولي انك عايز تقتل الواد
انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. انت اتخبلت في نفوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكولي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا. ولا حاجة والنبي يا اخي، خناقة معين على شغل وفلوس وكده، وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت انا قلت له لا نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن 3 ايام كده عقبال ما الامور تتحسن يعني. وماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي، وفهمي بقى ان من النهاردة دي شقتك وانا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الاصول؟ شايف الجدعانة؟ الله، طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه؟ طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة مفيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها وهتتحل. بقول لكم ايه؟ انا مش قادر الف لفوا لنفسكم، انا هنزل اشم شوية هوا. سلام. اوعى تروح الحارة فتون. نعم قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكايه عسليه؟ انا هلف سجاره كامله لنفسي واشربها كلها وبعدين اشوف احكيلك ولا ما احكيلكيش. محدش بيموت ورا حد، عاوزك تتجوزي وتفرحي. انت عسلية حاجة كبيرة قوي عندي، كتير قوي عليا، انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجة قد ما تمنيتك. مش من ايدك خالص، مفهوم؟ حزينة على روحك كده ليه؟ ما اللي حصل حصل؟ مجدي حتة سمير Thank you.
انت معاك الفلوس؟ انا عايز 5 جنيه وهديك حاجه بسيطه. خد ادي 10 جنيه ومش عايزه حاجه مني. اللي معايا ده انت محتاجاه له على الاخر. بس انا مش عايزه حاجه. طب اتفرجي عليها الاول. يا عم والله ما عايزه حاجه، مش انت كلت وخدت فلوس؟ الله يرضى عليك سيبني في حالي. اسمعي بس، التوهه اللي انت فيها دي علاجها معايا هنا. هديهولك ويهديك. ما قلتلك مش عايزه. ايه؟ ايه دي؟ ايه دي بقى؟ انا مش هسيبك. بس هي محتاجة لك أكتر مني. هي هتخاف عليك زي ما أنا كنت بخاف عليك. هتبقى صاحبتك. يلا بقى ما تزعليش، ما تزعليش. يلا. إيه يا عم أنت؟ إيه البتاعة دي؟ أنت ما تخافيش. دي طيبة وشبهي. بصي هوريكي حاجة. شايفة؟ بتحب تتدرى في الألوان. فهمت أنا قصدي إيه؟ تتداري في الألوان أنت الأخرى. أي مكان تحطي فيه شوفي اللي حواليكي عايزين إيه. دول مش مهم اللي على هواكي، المهم اللي شبهه. ما تخافيش، دي طيبة، دي طيبة، تعلمي منها. ما تخافيش، خلي بالك منها، ها؟ خلي بالك منها. أنت سايبها لي ليه؟ أنت محتاجاها، محتاجاها قوي، ويا ريتك تتعلمي منها. على فكرة أنا اسمي عبد. يسوع، يسوع، مام حبيبي. عضتني. What's wrong يا حبيبي؟ كويسة؟ No, I'm not كويسة. مش مبسوطة خالص من اللي عملناه مع سالي ده، وانت السبب على فكرة. Stop it, mom. احنا كنا لازم نعمل كده. دي واحدة من بيئة واطية، ثم انت حضرتك اديتيها فلوس، المفروض ان احنا نعمل ايه تاني بقى؟ مش عارف. I don't know. ماما الناس دي تصعب علينا اوكي، انما تعملينا مشاكل لا. تعالي بقى الجامعة ماما، غيري جو كده وفرفشي، ايه رايك؟ لا مش عايز، روح انت بليز. لا لا بجد روح انت، I want to stay home. اوكي بابي.
شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وادور على شغل تشور عليا بايه؟ تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ اه حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده، انت لازم تطلعي بره منتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجه ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتيه؟ اه. طب وسمعتها ايه دي؟ محترمه اهو. متدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعة، انت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتوي فيه، لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. شكرا. تزعمش قوي كده يا زميلي. لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ الامتداد لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. انت كويس. شوقك يا ونش.
آخرة الخيانة الدم. بيرد عليا في ايه؟ بطاقتك. هو في ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر اتفضل. انت كنت جاي ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جاي اطمن على فتون صاحبتي. فتون اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما بتفتحهوش خالص، فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية؟ لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير، انا اللي اسال بس. خلاص طيب حاضر، انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مميز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مميز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير، عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحوش اليومين دول، اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول. وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة قافلاه عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغالة فيه البت عسلية؟ يا اخويا اعرفه، ورا الشيخ زاهي. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التأخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاق كلها ملغمة مخبرين. الولاية مميزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجة عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعة ما سيبنا بولاق ما عتبناش انا وانت. احنا نهرب من مصيبه، تجي لنا مصيبه اكبر. نعم؟ مصيبه ايه يا فتون؟ مصيبه ايه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكره امين الشرطه اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني اكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين ان احنا عندك هنا؟ لان انتوا ضحكتوا عليا يا استاذ راشد وضللتوني وديتوني بلاقي على العمايه، فاضطريت اقول له ان انا صاحبه فتون وعسليه. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي، انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ جرايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبكم ويعمل معاكم جميله يتعص؟ كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول، سلام. هو اللي قتل يا فتون مش كده؟
نفسي ما يطلعش هو. انت بتطلعي على بحر بداني المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه، الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحك. امين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. إلهي يا رب يوصلك على ما تعملي. والله العظيم يا حبيبتي انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. طب يا اصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك يا رب. لا قوه الا بالله. باشا في حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا ما عندناش الاسم ده يا عم. انا متأكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش ناقص تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقولك ايه، اتكل على الله، روح دور عليها في حتة تانية. خلاص يا عم بالراحة يا عم. اهلا 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 اهلا، سعادة البيت. اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده يا راشد، عامل ايه؟ ازيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله يا رب دايم. ايه ده انت، ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسلية. عسلية هي كانت موجودة من يومين. اهو شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسلية دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف انها اسمها عسلية. انا ما اعرفش انها اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حاسس مشكلة بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها يعني. هي قعدت نص ساعة ومشيت. مشت راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقول لك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي. خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب. زينب انا يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. Thank you.
راشد يا ابني بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني، بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ يخص عليك يا ناد، انا معرفش، هو انا مش مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. لسه مع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. احنا كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبيه لنا ايه؟ راح فين يا ليه بس كده يا زميلي؟ ده نظيف. زميلك مين يا ده؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي الانسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو يا ريس. يا عم انسي يا عم. هنا راشد. سيبه يا كابلو، ده معرفه. سيبه يا غول. الحمد لله بالسلامة يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابلو. كل كل. ايوه. كل بيتك ومطرحك. حبيبي عم الناس، حبيبي والله. هو ايه ده؟ يا هلا يا دينا. انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا لاقيها مع حد خالص.
وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتونه. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. مش عارف اعمل ايه؟ ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. بق متاكله دي. شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهر وانا اعزم عليك انت كمان؟ ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد. اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay? To come with me to Sharm el-Sheikh and after that come with me to Cairo. Okay? Huh? Huh? Let me ask Ummu Sabah because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم ايه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم ايه؟ بتتكلم انجليزي. انجليزي وانت بتعرفي انجليزي؟ الحق يا اخويا. طيب شوفي بقى. سيبيني يومين يومين ها وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office 2 days after. Okay, I will gonna call the office after 2 days. Goodbye. يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني هبقى احكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيتي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله. يا جيك سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي 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 وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام ومديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح اتفضل. يعني ايه انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هاتي لها اللي انت عايزاه دلاليب اللبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر المرتبه اللي جوه دي هتموتني عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. امر يا باشا. الواد كهربا الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. يخرب بيته. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. امر يا كبير. الله يخليك شايك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح غيرها كلها. ها كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي. اصحى لينا احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات منور نجم الليالي. وادي يا كهربا. ناديه ما اتصلتش ولا جت يا وادي يا كهربا. ما احنا قلنا بقى يا باشا ناديه بخ. ناديه بخ؟ يخرب بيتك انت مالك يا واد اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا؟ لا كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصمت بقالها كام يوم فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى؟ وهي ليلى. يا سوزي يا ليلى مدي حتة وهز يا بت هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير. ايه رايك يا واد سوزي ولا ليلى؟ ده بنات سكه يا باشا وكهربا بياع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي في حته جديده شمعايه.
شمعايا ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطة ترجع تبقى إيه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حتة. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في أي حتة، لكن معايا أنا ما يهزش شعرة مني. هو إحنا ورانا غير الهز يا باشا، الهز يا باشا. ماشي يا خفيف. يلا يا حتة. يلا اتكل على الله، شوف أكل عيش وأمن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس. عيوني. يا باي. واد يا صابر. أمر يا كبير. مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بتي غنوه، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ انا معايا فلوس؟ ده انا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شويه. اه طبعا. معقوله؟ عايز ايه؟ مش فاهم. ريكلام يعني؟ واحدة من اللي بيقعدوا في الصالة دول؟ المنمع يا غنوة. هنا اهو، تعالي خديه. اه امال ايه؟ اه عايز واحدة للصالة؟ بيتنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. اه طبعا عندي واحدة جامدة جامد. بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. ازيك يا راشد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس طبق. عملت ايه؟ القهوه. عملت ايه في ايه؟ يا ست السودا عملت ايه؟ الموضوع سلية. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه، خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلة معاك. بتجيبي القهوة دي؟ تسلم يا رب، الله يخليك. تسلم. بالهنا والشفا، ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه والله يا جماعة. بص عليك هتقول ايه؟ ده انتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب ان شاء الله العمر كله. بقول لكم ايه؟ امسك كده، انا هدخل اعمل لكم لقمه حلوه كده على مزاجي زمانكم هيتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوه. فتون. ايوه. البت دي بتلون شويه، تهبش فيا شويه، تخش تعمل لنا اكل. الحكايه واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتامر؟ انت شحاته، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير؟ أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر؟ ده اللي فكروا بيا ده. المر حبيبي ونص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكاية كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. هذا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا، لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي؟ لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا. انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. امال ايه الكلام، كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي، انت ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. باذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه. ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان.
خد. أنا عايز أطلب منك طلب يا حاج. أمري. يعني أنا بفكر كده يعني إن زينب تيجي تبات معانا هنا. أصل بصراحة يعني المكتب برد قوي وأنا صعبانة عليا والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجة تحت أمرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد. عايزة سجارة. عايزة سجارة. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا صاحي على فكرة. وانت يا اختي متشيكة كده ورايحة على فين؟ رايحة اسهر سهرة حلوة عند واحد صاحبي. محل النمائية يا فتون يجنن وهيصة ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا، وانت كمان يا راشد اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. او النبي يلا. لا هنروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهرة الحلوة دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا. قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعدة خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قعدة. طيب قوم. اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي؟ يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب. وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته له ده كشفت البيت. ولا كسفتها ولا حاجة، مفيش أي حاجة يعني، أنا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا أبو غرض، ماشي. بس بقولك على حاجة، أنا حبيتها قوي. وأنا كمان، علشان متدينة بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان إن شاء الله يا ست. عارف يا فادي الفتون دي ترقص ولا قد على الارض؟ يا خبر لو شفتها قلبها هيرقص معاها. اميره. طب والوحش؟ ها ده شارد في الغابه، المهم انت تعرف تصطاده. احيي ده انا، ده انا صنار. طب يلا يا خش دخل يا ابني. إزاز استيراد هنا للبيت. حصل يا صباح الفل يا بيه. أنا عايزك تظبط دماغك بدوري يا بيه. إيه ده؟ خد يا عم، ظبط أنت دماغك بدين. بنتي وحشة قوي كده ليه؟ عارفة يا فتون البت الرقاصة العجر دي؟ بتاخد 2000 جنيه في الليلة عند فاضل. بجد؟ أصل أنت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن ولا أجدع رقاصة عندك. لو النبي، طب ما تيجي تشتغلي معايا. ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه وبتخرج من الصاله على الشباك ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، ما انت جره رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل. حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب. استنى افخم ازازه مستورده اهو. القعده هتحلو، اسمع الكلام ووزنه في دماغك واحدة واحدة. وده جنسه ايه ده؟ نبي يا اخويا بعض. يا ابني هات كوبايات الويسكي.